الحين وطول الوقت الجدل ده موجود، موضوع نقل الأعضاء ده مش حاجة، مش موضوع جديد، لكن لغاية دلوقتي لم يحسم هذا الأمر. في ناس بتتكلم على القرنية تحديدا، في ناس بتتكلم على الأعضاء، في ناس بتتكلم في فكرة أو يعني هدفها من الموضوع تقول لك يعني لو نقل العضو ده ممكن ينقذ حياة بني آدم، والشخص ده اللي هو هناخد منه العضو ده هو بالفعل متوفي خلاص يعني، فليه ما نعملش ده؟ وفي ناس تانية تقول لك ده انتهاك لحرمة الميت وما ينفعش أفتح الجسم واخد منه أي مكان. في طبعا عندنا مثلا وزارة الصحة والسكان كانت أعلنت مؤخرا عن منح 15,000 موافقة على زرع الأعضاء ما بين كلى وكبد، وانقسمت المواقف طبعا من جديد تجاه العمل ده ما بين زي ما بنقول لحضراتكم ناس شايفة أنه ده خير للمريض وناس شايفة أنه ده انتهاك لحرمة المتوفي. خلينا نتكلم مع بعض أكتر عن شروط نقل الأعضاء وفكرة القوانين، لأنه زي ما حتى زميلتنا في التقرير قالت في أحيانا بيحصل تعارض في بعض القوانين، ودي برضو نقطة مهمة جدا، القوانين المنظمة لنقل الأعضاء. خلونا نرحب بضيوفنا الكرام، دكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب ونقيب أطباء الجيزة، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك، منورنا. ده نور حضرتك. والأستاذ ميشيل حليم المستشار القانوني طبعا وصاحب دعوة عدم دستورية قانون نقل القرنية، يا أهلا بيك يا أستاذ ميشيل. يعني عنوان الدعوة واضح قوي، عدم دستورية نقل القرنية. لا، هو بعض البنود الخاصة بنقل القرنية. يعني هو موضوع نقل القرنية ده كان هو موجود من سنة 60 ومر بمراحل التطور بها القانون بأكثر من شكل. إلا صدر كتاب دوري سنة 2008 من النائب العام بخصوص تعليمات نقل القرنية، إلى أن صدر قانون رقم 79 لسنة 2003 في بندين فيهم كانوا محل خلاف الفترة اللي فاتت دي. أو هم بندين أنا شايفه منتهى السوء، ما فيهاش احترام للأدمية. البند الأولاني أنه يجوز لو توفى المريض داخل أي مستشفى عام بها بنك من بنوك القرنية أن يتم أخذ الطبقة السطحية للقرنية دون إذن أهل المتوفي ودون وصية مكتوبة منه قبل وفاته. وكتير جدا شرحوا الموضوع ده وقالوا إنه سطح القرنية ده حاجة برة، ما فيهاش جراحة جوه، فبالتالي مش محتاجين ناخد إذن المريض أهل المريض أهل المتوفي. هو إحنا لما نيجي نحكم على شيء محتاجين ناخد إذن أو ما ناخدش إذن، في عندنا قانون وعندنا أحكام شريعة إسلامية. تمام. أحكام الشريعة الإسلامية تطلبت أمرين، تطلبت أولا وجود إذن كتابي من أهل المتوفي أو وصية مكتوبة من المتوفي قبل وفاته. تمام كده؟ تمام. عشان يبقاش بنتعدى على حرمة ميت. كمان الشريعة الإسلامية في الأصل، أنا بتكلم ليه على أحكام الشريعة الإسلامية؟ طبقا للدستور، إحنا عندنا المادة 2 من الدستور قالت إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع. كمان قبل صدور القوانين المختلفة بنقل الأعضاء والأنسجة، كان هناك جدل كبير قوي بخصوص عدم موافقات من الأزهر وغيره، لان يعني كان تطلب عشان نعمل عمليه نقل العضو او النسيج ان يكون العضو او النسيج في هنحيي ميت ضروره قصوى. يعني القاعده الشرعيه اللي هي بنحيي بيها ميت قاد ان يموت، يعني حد خلاص هيموت ضروره قصوى. محدده ايه الضروره القصوى دي؟ ما هو حتى نص القانون العام اختلف مع القانون بتاع القرنيه. نص قانون القرن رقم 5 سنة 2010 لو رجعنا نصوص القانون قال ضرورة خلاص حد هيموت، يعني احنا بنلحق بننقل العضو لحد هيموت باعتبار قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. يعني فلازم هنا تكون في ضرورة قصوى. اما نقل الطبقة السطحية من القرنية، اول حاجة من الناحية العملية هما بينقلوش الطبقة السطحية من القرنية، بينقلوا العين كلها. ده اللي بيحصل من الناحية العملية. دي الصور اللي شفناها. طبعا ده كان منظر مقزز جدا يعني، ومنظر سيء جدا. طبعا ما ينفعش ان انا العب بنصوص مواد قانون فاقوم واخد العين كلها، فده من الناحيه العمليه ده اللي بيحصل. فطبعا انا لما جيت حركت دعوه عدم دستوريه كان اقصد بها امرين، اولا مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه بيعتبرها من المصدر الاساسي في التشريع طبقا لماده 2 من الدستور، الاسلام هو دين الدوله، اللغه العربيه لغتها الرسميه، والشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي في التشريع. فانا لما اجي أنقل قرنية حد متوفي حسب القانون بتاع 79 لسنة 2003 قانون خاص بنقل القرنية، في حالتين بيتم من غير إذن أهل المتوفي. لو تمت الوفاة داخل مستشفيات القصر العيني أو داخل مستشفيات بها بنك من بنوك قرنية، أو لو توفى في حادثة ساعة التشريح، كده مش محتاج لا باخد إذن المريض ولا باخد إذن من أهله ولا بتبقى فيه وصية مكتوبة. لو توفى في حادثة لو توفى حادثة أمر بتشريحه يعني.
دول الاستثنائيين دول. تمام. الاستثناء الثاني خلاص بقى، انا واحد توفى، لكن اللي توفى في حادثه ده ما اخدش منه اعضاء برضو بدون موافقه كتابيه برضو من الاهل. هو بنتكلم على حسب نوع العضو طبقا للقانون رقم 5 سنه 2010 الخاص بنقل الاعضاء، لا طبعا ما ينفعش. تمام. لا، اما طبقا للقانون الخاص بنقل الطبقه السطحيه من القرنيه يجوز ان هو دون موافقه اهله ودون اذن كتابي منه قبل، ما فيش وصيه منه يعني قبل الوفاه. طيب احنا بس عشان مش ادمي طبعا دكتور محمد، احنا النهارده ماشيين على انهي قانون فيما يتعلق بنقل الاعضاء يعني بالذات في حاله الوفاه؟ تمام. والقرنيه سطح قرنيه في قانون خاص بالقرنيه وده بيتناقض مع القانون العام الخاص بنقل الاعضاء رقم 5 لسنه 2010. فمن هنا حضرتك رفعت دعوه لعدم دستوريه. بالظبط كده، وللتناقض وعدم الدستوريه. تمام. طيب دكتور محمد.